لم تخرج جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين في التحوير الوزاري الذي عرضه رئيس الحكومة هشام المشيشي على أنظار نواب الشعب لم تخرج عن الثقة المنتظرة. جدل وتهم بالفساد وجهت إلى بعض الأسماء نفاها رئيس الحكومة هشام المشيشي في رده على مداخلات النواب في نهاية الجلسة العامة للبرلمان، مشددا على أن أعضاء الفريق الحكومي المقترحين تم اختيارهم بعناية وبعد تدقيق واستشارة من مؤسسات الدولة. لنا ما يكفي من التواضع كي لا ننصب أنفسنا معيارا لنزاهة الناس أو فسادهم، بل نثق في مؤسسات الدولة وفي قضائها ونوكل إليه الأمر. وأتعهد لكم بأني لن أتوانى كما كنت دائما لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي كان. وفي ذات السياق شدد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد الخطاب السياسي بعيدا عما وصفه بترذيل الحياة السياسية والشعبوية، وأن تمنح الأولوية والجهود من أجل إصلاح وتقديم حلول واقعية وعقلانية تحقق انتظارات الشعب التونسي والشباب المحتج. شباب تونس المحتج في الشوارع وفي محيط البرلمان نفسه يذكرنا بأولوياته التي يجب أن تكون أولوياتنا. احتجاجات شرعية وحق ضمنه الدستور والقانون لن نقبل بالتراجع عنه. عندما نقول أننا نتصدى للشغب فإننا لا نربط بينه وبين الاحتجاجات، نحن فقط نقوم بدورنا في حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. وتطرق المشيشي إلى الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وقال إن القطاع الصحي نجح في التصدي لهذا الوباء بفضل كفاءات مختلف خطوطه. رأينا كيف تضافرت جهود الخط الأول والثاني والثالث لنشر منظومة التصدي للكوفيد وقاية وتقصيا وعلاجا. رأينا كيف رفعنا من إمكانيات الإنعاش والأكسجين، ورأينا خاصة نساء ورجال ترسم الخطط والاستراتيجيات، ونساء ورجال آخرون في المستشفيات والمصحات والمخابر والعيادات والصيدليات يضاعفون من ساعات العمل ويتأقلمون مع المستجدات العلمية والوبائية. ودعا رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى توحيد الجهود والطاقات لترجمة المسار الديمقراطي الذي اختارته تونس إلى خلق فرص للتنمية والتشغيل وإلى مرافق عمومية ناجعة وإلى قضاء مستقل.